بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، عقد السفير الإيراني جواد تركبادي مؤتمراً صحفياً اليوم في مبنى السفارة الإيرانية بدمشق، أكد خلاله عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كانت زيارة الدكتور جهانجيري نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سوريا، كانت زيارة ناجحة جداً، احتضنت واستطاعت أن تدفع العمل الثنائي إلى الأمام، واحتضنت في طياتها التوقيع على الكثير من الاتفاقيات والنصوص التي تخدم العلاقات الثنائية وتؤطر للتعامل والتعاون الثنائي، وكذلك تبرمج لما هو قادم الذي نحن نراه فيه الخير الكثير. الحقيقة زيارة الدكتور جهانجيري إضافة إلى أنها جاءت لكي تؤكد على ما كنا عليه من موقف ثابت بدعم الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا في هذا الممر العصيب الذي مرت به، والتي هي الآن على بوابات الانتصار الكبير. جنا لكي نؤكد الموقف المستمر، وأيضا لكي نؤكد على أننا جنب أشقائنا في سوريا في عملية إعادة الإعمار التي نتمناها لسوريا، وهي قد بدأت. جاء زيارة الدكتور الأستاذ وليد المعلم إلى طهران أيضا في إطار التعاون الثنائي والتشاور المستمر فيما بين البلدين، وجاءت لكي يناقش المسؤولين في إيران على شتى المستويات، وكان له لقاءات جدا متعددة وذات مستوى رفيع وذات نوعية، نوقش خلالها الوضع الموجود في الساحة والتطورات الدولية والكثير من الهموم والنقاط المشتركة. في أي إطار ما نستطيع أن نقدمه سوف نبذله. نحن مستمرين في هذا التوجه وكنا عليه، لا نغيره، لأننا لا نغير في المواقف المبدئية. هذا موقف مبدئي، نحن وسوريا حلفاء منذ 40 سنة، واستمرينا بهذا التحالف رغم الصعاب وفي ظروف مختلفة. يوما كان الشعب السوري والقيادة السورية إلى جانبهم، واليوم نحن إلى جانبهم. هذا موقف لا يغير من المبدأ. المبدأ هو أن نكون إلى جنب بعضنا البعض. أصبحت إيران في موقع متقدم. اليوم نحن في جامعاتنا حوالي 4 مليون طالب جامعي يدرسون في شتى الاختصاصات. هذه الاختصاصات مكنت إيران أن تحوز مكانة عالية ورفيعة في مناحي كثيرة من العلم والتقدم. لدينا الكثير الذي نستطيع من خلاله اليوم أن نبقى صامدين أمام كل الهجمة، نقف ونتصدى، بل واثقين من أننا سوف ننتصر.